السلام عليكم، معكم الشيف سيمو. رمضان كريم، كل عام انتم بخير. نتمنى ان شاء الله هذه السنه ندوز عليكم باش ما تمنيت. هذه السنه جيت نقدم لكم واحد البرنامج تحت عنوان الو. السلام عليكم. عيشة، لاباس؟ رمضان كريم. احلى رمضان مع عيشة. لوزان رمضان 2024، انا جاي دابا توت سويت. سكري. الو كريشو، لاباس عليك؟ معك الشيف سيمو. شوف، انا ندير لك واحد الميزه ماضيه. برنامج برنامج، لكن شوف ما تحشنيش عافاك. صافي، ما تعطلش. انا مشيت كلشي واجد، غير اجي لبستو الواجب. الله يعاون. سلام. السلام عليكم، الشيف سيمو كان هنا. بيني وبينكم ما كاينش الشيف سيمو لا والو، كنقدم لكم راسي. انا كريشو، ضريف وكيوت وطبخ ماهر، وخافي الماك ولكن اخوكم طبخ عميق. انا من الاصدقاء المقربين ديال عيشه. هكا انا وخوتي عندنا ذكريات كثيره مع عيشه. قطفنا الفواكه والخضر، كاع داكشي باش كيتصاوبوا منتجات عيشه. بقاو معايا، هذا العام كوزينه كريشو غادي تبرعكم باش تاكلوا وبالقليل تعيشوا. دابا غادي نبداو بالكفيته ديالنا. غادي نتبلوها بالمليحه والبزار. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ الكفيته نديروها هكا، واحد شويه ديال المليحه، واحد شويه البزيره، وغادي نعشنوها. نشعلوا البوطه ديالنا، غنديروا الزويته. باش ما حطاش لينا الزويته على عينينا، غنديروا النضيضرات ديال الفيمو. كنتابعو ياك. دابا غادي نقطعو الخبيزات ديالنا بهاد الطريقة. ها الزويته ديالنا سخنات، بسم الله. غنحطو الكفيته ديالنا يطيبو. فهاد الوقيته غادي نديرو لاصوص ديالنا، اللي هي واحد لاصوص سبيسيال. غادي ناخدو واحد المعلقة ديال المطة وثلاثة ديال المعلقات ديال المايونيز ديال عيشة، وغادي ناخدو الكاتشب ونزيدو. غادي نديرو واحد شويه ديال لانيت ولا الشبت هنا، وغادي نديرو بزيره مليحه باش نخلطوها مزيان. غادي نزيدو المفاجاه اليوم، هذه صوص مغربيه 100%. غنديرو الراس ديال المعلقه ديال راس الحانوت. هنا غنقلبو الكفتات ديالنا. فاش توجد لاصوص غنبداو نعمرو لي بيردور ديالنا. ناخدو شويه الخس ونبداو نحطو في الكفيته ديالنا هكا. هنا خديت شويه ديال الصومون فومي مغربي 100% حتى هو. باش نزيدو نزينو الوصفه ديالنا، غادي نديرو لو فروماج. باه، بعد ما درنا الفروماج ديالنا غادي نردو الفوقاني القبيبات ديال البامبرغر، كيجيو هائلين مع هاد لاصوص كيحمقو ما تشبعوش منو. كريشو، اش كدير؟ ما صايمش؟ انا كريشو، انا باقي صغير. انا كيخيطوا ليا. غادي نذوق. عزيزاتي اعزائي، كيف ما شفتوا الوصفه ديال اليوم، ميني برغر على الشكل وعلى الالوان، الكبار والصغار، بالكفيته وبالصومون فيمي مغربي. غادي نصيفطوا حق عيشه دابا. كيف ما قلت لكم، هادو شهيوات رمضان مع كريشو. مطبخ كريشو بالقليل نعيشو.